السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء، اليوم سنأخذ نموذجين من الأسئلة المتعلقة بالإنتاجية وطريقة حلها. السؤال الأول يقول: إذا كان لديك آلة حصاد بعرض شغال 7 متر وسرعة 1.9 متر بالثانية، خلال زمن مقداره دقيقة واحدة تم تجميع 55 كيلوغرام من الحبوب، إذن هنا أنطاني إنتاجية المادة باعتبار الحبوب هي المادة المطلوبة في خزان الحبوب الخاص بالآلة، بالإضافة إلى 65 كيلوغرام من المواد الأخرى، إذن أنطاني إنتاجية مرور المادة بشكل عام، يعني الحبوب 55 زائدا 65 صارت إنتاجية مرور المادة أيضا خلال مطنيها خلال دقيقة واحدة التي تم دراستها وتم تصريفها من الجانب الخلفي للآلة. كيف يتم تقدير السعة الحقلية مقصود بها الإنتاجية الحقلية وكذلك الإنتاجية المادة ومرور المادة؟ فبداية نذكر أنه الإنتاجية الحقلية الإنتاجية الحقلية طبعا بالوحدات اللي انتم تختاروها، يعني قد تكون دونم بالساعة او هكتار بالساعة، على سبيل المثال دونم بالساعة. مثل ما تعلمنا تساوي العرض الشغال مضروبة في السرعة ومقسومة على معامل التحويل اللي هو اذا دونم قلنا 2500 واذا هكتار فتكون 10,000، فهنا نختار 2500. طبعا هنا راح نجي نشوف العرض الشغال عندي 7 متر، السرعة 1.9 متر بالثانية، إذا ما عندي أي مشكلة، فقط عندي الثانية لأنه هنا عندي ساعة أريد، فالثانية لازم أحولها ساعة، فاللي راح يصير شنو؟ كالآتي: نقول ويساوي العرض الشغال هو 7 متر ما عندنا مشكلة به، مضروب في 1.9 متر، خلينا نكتب هي الوحدات حتى لا يعني ندوخ بها على الثانية، هنا بس مجرد الثانية اريد احولها الى ساعة، فالثانية قلنا بهالطريقة هاي نخليها الساعة الاسفل، فالواحد هنا 1 ساعة تساوي 3600 ثانية، فكأنما ضربت 1.9 في 3600 لغرض التحويل الى ساعة بدل الثانية، مقسومة على طبعا 2500 باعتبار هنا عندي 7 متر وهنا عندي متر صارت متر مربع، هاي ال 2500 هي بالضبط بالضبط احنا ما نكتبها، لكن هي مقصود بها انه متر مربع لكل دون بهالطريقة هاي، زين بس احنا ما نكتبها بس حتى تعرفون شلون صار. بالنتيجة راح يصير عندي الناتج كالآتي، بس خلينا نحسبه بالحاسبة حتى يطلع مضبوط. يصير عندنا 7 متر في 1.9 مضروبة في 3600 على لغرض التحويل، مقسومة على 2500 أيضا لغرض التحويل، تطلع عندي 19.152 دونم بالساعة. هذا هو الإنتاجية الحقلية. نجي ايضا الى المطلب الثاني او بالانتاجيات الاخرى وهي انتاجية المادة، هذه الانتاجية الحقلية. انتاجية المادة طبعا ممكن هاي تطلعها بالهكتار، نعم ممكن تقسم مكان 2500 على 10,000 والناتج ايضا يطلع ناتج اخر لكن بوحدات الهكتار بالساعة. فنجي المطلب او الطريقة الثانية الانتاجية هي انتاجية المادة، راح تساوي لي كالآتي: وزن المادة أو كتلة المادة، وزن المادة طبعا احنا من باب التسامح نقول وزن هو كتلة بالحقيقة، نكتبها كتلة، مقسومة على الزمن. فهو ايش قال لي؟ قال لي 55 كيلوغرام من الحبوب، إذا 55 كيلوغرام مقسومة على شنو خلال دقيقة واحدة، هاي مقدار دقيقة واحدة فواحد دقيقة، واحد منت، زين واحد منت حولها طبعا بالساعة، فهنا المنت اللي فوق يصير
والساعة بالأسفل، واحد ساعة 60 دقيقة، يعني كأنما راح أضرب 55 راح أضربها في 60 حتى فقط أحول من دقيقة إلى ساعة. زين، هاي 1 دقيقة هنا، فراح يطلع الناتج عندي إذا نضربه بالحاسبة يطلع 3300 كيلوغرام. ليش؟ إن هو مطيني إياها بالكيلوغرام بالساعة بعد ما حولتها إلى ساعة، وتساوي إذا تريد وتساوي 3.3 طن بعد ما نقسم على 1000 بالساعة. هاي من إنتاجية المادة. الإنتاجية الأخيرة هي إنتاجية مرور المادة. إنتاجية مرور المادة شو نقول؟ نقول كتلة المادة اللي هي الحبوب طبعا زائدا كتلة المواد الأخرى، كتلة المواد الأخرى اللي تشمل القش والسنابل وغيرها والتبن، مقسومة على الزمن أيضا، بما أنه خلال دقيقة يقول، فإذا نفس الحالة شو نقول؟ نقول تساوي 55 زائدا هنا نجمع 65 مقسومة على دقيقة، لكن الدقيقة نريد نحولها، هاي 1 منت هنا، هاي كيلوغرام طبعا هنا، الدقيقة هنا قلنا خليها اللي فوق باعتبار هاي بالمقام، والساعة بالأسفل، فواحد ساعة 60 دقيقة، أيضا نفس الحالة هنا راح مجموع 55 والـ65 أضربها في 60، 55 زائد 60 يطلع 115 أضربها في 60 لغرض التحويل، فيطلع عندي 9000، هنا راح أكتبها 9000، العفو 6900 كيلوغرام بالساعة أو 6.9 طن بالساعة. هذا بالنسبة لهذا السؤال، ما بي أي مشكلة، فقط تنتبه للتحويلات هنا، مثلا مطيك متر بالثانية تحولها إلى فقط الثانية تحتاج تحولها إلى ساعة، الدقيقة أيضا هنا تحتاج تحولها إلى ساعة. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني أيضا سؤال بسيط، يقول محراث حفار، هنا عندي محراث حفار يتكون من 7 أسلحة موضوعة في صفين، المسافة البينية 50 سنتيمتر بين سلاح وآخر، من انطاك المسافة البينية انت وعندك أسلحة على صفين، انت لازم شو تسوي؟ تقسم عدد الأسلحة على 2 وتضربها في المسافة البينية اللي هي 50، لكن بعد ما تحولها إلى متر. في بعض الأحيان هسه ربما يواجهنا هيك سؤال، أنه يعطيك العرض الشغال وعدد الأسلحة، فمن أعطاك العرض الشغال هو أوريدي ماخذ مقسم كأنما على 2، يعطيك العرض الشغال هنا 25، فرسم تضربها في 7 بدون ما تقسم على 2. زين زين، يعمل بسرعة 1.6 متر بالثانية، يعطاك أيضا متر على الثانية، متر ما عندي مشكلة به، لكن الثانية عندي مشكلة بها، لأن أنا أريد إنتاجية بالساعة زين أو باليوم، فالثانية ما تفيدني لازم أحولها. ينجز عملا يوميا مقداره 7.5 دونم باليوم، شطاني هاي، عملا يوميا مقداره، هذا الإنتاجية الفعلية 7.5 دونم باليوم، هذا واقع حال، هو حسبوا له أنه خلال اليوم الواحد ينجز 7.5 دونم. احسب الكفاءة الحقلية إذا كان المحراث يعمل 10 ساعات باليوم. المطلوب هنا شنو؟ خل نجي احنا دائما طلاب تعلموا أنه دائما أنت شوف المطلب اللي يريده شنو؟ يعني هنا هذا السؤال المطلب اللي يريده هو الكفاءة الحقلية، فأكتب قانون الكفاءة الحقلية وأبدي أنزل شوي شوي أشوف شنو المجهول عندي بالكفاءة بالقانون مال الكفاءة الحقلية، أستخرجه وأعوضه بالكفاءة الحقلية حتى يطلع لي الناتج. ما اجي فقط اجي اصفط القوانين وانا ما اعرف ايش اسوي زين، فاروح على الهدف، الهدف هو الكفاءة الحقلية، فاجي هنا اكتب الكفاءة الحقلية شنو قانونها، لان بعض الاحيان انت تعرف القوانين لكن هي راح تكتبها بس ما راح تحتاجها، بس مجرد تحشي السؤال، وهذا طبعا اذا دل على شيء فيدل انه انت على انه ما فهم السؤال، بس مجرد حافظ قوانين وتخليه. فنجي الكفاءة الحقلية، شو السبب الكفاءة الحقلية؟ بها قانونين، لو زمن نظري على زمن فعلي في 100%، وإما إنتاجية
فعلية على إنتاجية نظرية في 100%. هنا شحتاج، هنا ما أحتاج أزمان، لأنه ما عندي أنا هنا ما مطيني شغلة الزمن وما زمن، مطيني إنتاجية إنه يا بينجز عملا يوميا 7.5 دونم باليوم. فإذا إيش مطيني نقول الإنتاجية، الكفاءة تساوي الإنتاجية الفعلية مقسومة على الإنتاجية النظرية مضروبة في 100%. طبعا هنا انت من انتاجية الفعلية هو مطيك اياها، ينجز عملا يوميا مقدار، هاي انتاجية فعلية طاك. اذا ايش تحتاج؟ تحتاج فقط الانتاجية النظرية، لكن بيا وحدات تحتاجها؟ بتحتاجها بوحدات دونم باليوم. اذا نجي هسه هذا موجود عندي، هذا الانتاجية الفعلية موجودة عندي، احتاج الانتاجية النظرية، اجي اكتبها جوا، اقول يابا الانتاجية النظرية، الانتاجية النظرية تساوي، شو تساوي؟ تساوي العرض الشغال، العرض الشغال مضروب في السرعة مقسوم، خلي نشوفه منطيني دونم باليوم، اذا هنا اشتغل على الدونم اني 2500. زين، هنا فد ملاحظة مهمة، هذا الحكي هسه من احل السؤال بهالطريقة هاي، خلي نجي نكتب مثلا هنا الوحدات، هنا العرض الشغال عندي بيش بالمتر مضروب في السرعة، بيش مطيني اياها؟ مطيني اياها متر على الثانية، اني الثانية طبعا راح احولها الى ساعة، فراح يصير متر بالساعة. الناتج النهائي هاي الانتاج ايش راح يصير؟ راح يصير عندي دونم بالساعة. زين اني ما اريد دونم بالساعة، ليش؟ لان الانتاجية مطيني اياها دونم باليوم، فاحتاج احول الدونم بالساعة الى دونم باليوم. فهنا شو اسوي؟ هذا الناتج اللي راح يطلع هنا راح يطلع لي دونم بالساعة، مو صحيح؟ فالساعة احتاج احولها، الساعة هي بالمقام، احتاج احولها الى يوم. فبالمقام الساعة، الساعة خليها هنا بالبسط، واليوم اخليه بالعكس. فالواحد يوم مش كم ساعة؟ ما نكتب 24 ساعة، ليش؟ لانه هو ما عندنا احنا فد آلة او فد محراث تشتغل 24 ساعة باليوم. فاليوم مال المحراث هو هنا كاتب لي 10 ساعات يعمل باليوم، فاخليه 10. زين، حتى فقط انه هاي الانتاجية من احولها من دونم بالساعة الى ساعة الى دونم باليوم. فنجي نعوض نشوف العرض الشغال مطيني اياه، نعم مطيني اياه، بس اسوي بخطوة اضافية في سبيل حتى شنو ابين للمقابل انه اني فاهم ايش اسوي. فاقول يابا الانتاج العرض الشغال، العرض الشغال اضيف خطوة اضافية يساوي عدد الاسلحة، منطيني عرض شغال، اكتب عدد الاسلحة في العرض الشغال للسلاح الواحد، منطيني المسافة بين سلاح واخر اقسم على 2، فهنا منطيني المسافة بين سلاح واخر اذا اقسم على 2 مضروبة في المسافة بين سلاح واخر. زين، نجي نقول هنا ايش قد نعوض رأسا، عدد الاسلحة هي 7 مقسومة على 2 مضروبة في رأسا، انت الخمسين هي سنتيمتر، فرأسا احولها الى متر اقسمها على 100، يطلع لي الناتج. شوف الناتج قد يطلع 7 تقسيم 2 مضروب في 50 على 100، يطلع الناتج 1.75 متر. 1.75 متر، هذا شنو؟ هذا العرض الشغال. فاجي اعوضه، نقول اذا الإنتاجية النظرية بعد ما أعيد القانون، ليش أنا كتبت لي فوق هذا الإنتاجية النظرية، أجي أكتب ويساوي العرض الشغال صار عندي 1.75 مضروب في السرعة اللي هي 1.6 متر، هكتبها الوحدات يمها، متر الثانية، الثانية احتاج احولها، احتاج احولها ساعة بهالطريقة هاي اللي تكلمنا عنها مرارا، 1 ساعة 3600 دقيقة، المتر يبقى متر، هاي هنا ايضا متر.
زين، مضروبة في شنو؟ في 10 ساعة باليوم، حتى أحولها من يعني دونم باليوم إلى دونم بالساعة، مقسومة على 2500. فهنا من أجي أضربها نستذني، إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 1.75 هذا العرض مضروب في 1.6 سرعة بالمتر على الثانية، مضروبة في 3600 حتى أحولها إلى ساعة، يعني تصير متر بالساعة، مضروبة في 10 على مود أحولها من يعني ساعة إلى يوم اللي هو عدد ساعات التشغيل، مضروبة في العفو مقسومة على 2500، يطلع عندي 40.32 شنو دونن باليوم. هنا إذا تريدون حتى ليس عندنا إرباك، هاي حشيلها يعني من ساعة، أكتب في عدد ساعات التشغيل اليومي، حتى هنا إحنا جوا نعوضها، عدد ساعات التشغيل اليومي أو اليومي، فصار عندي شنو؟ صار عندي هلقة دونم باليوم. هذه الإنتاجية هل هي إنتاجية نظرية لو إنتاجية فعلية؟ لا، هذه إنتاجية نظرية. ليش نظرية؟ لأنه إحنا الفعلية موجودة عندنا. زين، بهالحالة شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي أجي هو من الكفاءة، فأقول الكفاءة الحقلية تساوي، بعد أني ما أكتب قانونها لأن أنا كاتب القانون هياته، لاحظوا كاتب القانون فماكو داعي أكرره، فقط أجي أعوض، تساوي الإنتاجية الفعلية 7.5، الإنتاجية النظرية طلعناها 40.32، الوحدات مشابهة دونم باليوم دونم باليوم، إذا ما عندي مشكلة. ها طبعا مضروبة في 100% حتى بس أحولها يعني نسبة مئوية، مضروبة في 100% وتساوي، خلينا نشوف ايش قد تطلع عندنا هنا، عندي 7.5 تقسيم 40.32 تطلع عندي 18.6%، هاي هي الكفاءة الحقلية. من وجهة نظركم هاي الكفاءة مقبولة؟ هذه الكفاءة غير مقبولة، معناته أنه أنا عندي ضياعات كثيرة بالزمن، ضياعات غير مقبولة وغير معقولة، يعني فقط أنا الآلة مالتي المفروض تعطيني باليوم 40 دونم، لكن بالحقيقة واقع الحال اعطتني 7.5 دونمات بسبب تقصير العامل، بسبب أمور أخرى، عطلات وما شابه ذلك. ننتقل إلى السؤال الآخر، وهو يقول آلة حصاد ودراس وتذرية، هذه الآلة عرضها 7 متر منطيني العرض الشقة، الوقت اللازم لتفريغ الحبوب 3.5 دقيقة لكل دونم، يعني كل دونم أنا أستغرق 3.5 دقائق في سبيل أفرغ الحبوب اللي مجموعة من خلال دونم، إذا عندي دونمين أضربها باثنين، 100 دونم أضربها بمية وهكذا. وكان وقت الدوران والضبط والإصلاح 11% من وقت التشغيل الفعلي، اللي هو شنو وقلنا وقت التشغيل الفعلي؟ زمن الحصاد الفعلي، زين، زائدا زمن التفريغ. أضربها في 11% راح يطلع لي زمن الدوران والضبط والإصلاح. متوسط عرض القطع الفعلي 80%، يعني هذا أعطاني أيضا العرض النظري وأعطاني إضافة له العرض الفعلي. وسرعة التشغيل 5.5 كيلو متر بالساعة. يريد أولا الزمن اللازم لحصاد 250 دونم. من يقول لك الزمن اللازم؟ لازم أنت شو تسوي؟ تطلع الإنتاجية الفعلية، وبعد ذلك تقسم المساحة المطلوبة اللي هي 250 دونم على الإنتاجية الفعلية. طبعا الإنتاجية الفعلية ما ممكن أحصلها بدقة بحاصل ضرب السرعة في العرض الشغال الفعلي،
هاي مو ممكن تعطيني انتاجيه فعليه، ليش؟ لانه عندي زمن دوران وعندي زمن ضبط واصلاح، هذا كلها من اجي احسبها بقانون السرعه في العرض الشغال ما راح تعطيني التقدير الصحيح للانتاجيه الفعليه، فاحتاج انه احسب ازمان هنا. بما انه معطيني ازمان فالجا الى الطريقه الادق، لانه طريقه السرعه في العرض الشغال الفعلي هاي مو دقيقه 100%. بس اذا ما انطاني مثلا ازمان فاني الجا الطريقه هاي الغير دقيقه، لكن اذا اعطاني ازمان فالجا للطريقه اللي هي دقيقه، طريقه الازمان. بعد ما اجمع الزمن الكلي ايش قد، اقسم المساحه الكليه اللي هي 250، بعد ما اقسم هاي ال 250 على الزمن الكلي راح يطلع لي الانتاجيه الفعليه. فعلى كل حال فاحنا بعدين نريد الانتاجيه الحقليه الفعليه، نريد الكفاءه، فهسه نجي واحده واحده. ايش قلنا؟ قلنا نشوف هو شو يريد، نكتب القانون مالته حتى لين نظل يعني نتيه في ندخل في متاهات وما نعرف احنا شو نسوي. فنجي نقول اولا الف، الف يريد مني الزمن اللازم لحصاد 250 دونم، او خلينا نقول لمساحه معينه، الزمن اللازم لحصاد، نكتب قانون العام بعدين نعوض، الزمن اللازم لحصاد مساحه معينه شو يساوي؟ يساوي لي المساحه هاي، المساحه المعينه اللي هو معطيني اياها بالسؤال، على ايش قد؟ على الانتاجيه الفعليه. شلون يعطيني زمن؟ المساحه مثلا دونم او هكتار، هاي بالبسط، بالمقام دونم بالساعة أو هكتار بالساعة، الدونم راح يختصر ويا الدونم أو الهكتار ويا الهكتار، تبقى لي ساعة اللي هي مقام المقام راح تصعد إلى البسط ويصير عندي ساعة اللي هو زمن. زين. الآن شنو المتوفر وشنو اللي يحتاج لشغل؟ المتوفر هي المساحة هاي، معطينيها ايش قد؟ 250 دونم، هو معطينيها بالسؤال. اذا هاي ما عندي مشكله بها، المشكله وين عندي؟ بالانتاجيه الفعليه، اجي اكتب قانون الانتاجيه الفعليه، استخرج الانتاجيه الفعليه. الانتاجيه الفعليه طبعا قلنا اما نقدر نقول عرض شغال في سرعه في كفاءه، عرض شغال فعلي في سرعه طبعا على 2500 وعلى 10000 هاي منتهي من عندها، او اذا اذن الطرق مو دقيقة 100%، الطريقة الأدق هي عندي أزمان، هنا معطيني أزمان، فأجي شو أقول؟ أقول الإنتاجية الفعلية شو تساوي؟ تساوي لي المساحة، يا مساحة الـ 250 مقسومة على الزمن الكلي. زين، المساحة هاي معلومة. الزمن الكلي، نجي نقول الزمن، شو لاحظ الخوارزمية هي أنت من تمشي على المطلوب، هو المطلوب يقودك وين تروح؟ فهسه انا اول شيء كتبت الزمن اللازم، وين رحت؟ على الانتاجيه الفعليه، هاي الانتاجيه الفعليه احتاج استخرجها. زين، الانتاجيه الفعليه من جيت عليها انصدمت بشنو؟ الزمن الكلي، احتاج الزمن الكلي، فراح اكتب الزمن الكلي يساوي، شو يساوي؟ زمن التشغيل زائدا يا شنو؟ زمن الدوران والضبط والإصلاح. زين، الآن زمن التشغيل شو يساوي؟ أقول ويساوي زمن التشغيل هو عبارة عن زمن الحصاد الفعلي زائدا زمن تفريغ الحبوب، زمن تفريغ الحبوب زائدا زمن الدوران والضبط والإصلاح. نجي زمن الحصاد الفعلي موجود ما منطيني اياه صراحة، فلازم اني استخرج، نكتب زمن الحصاد الفعلي. ايش راح يساوي لي زمن الحصاد الفعلي؟ زمن الحصاد إذا تتذكرون عندنا هذا المثلث اللي سويناه، شو يقول؟ يقول يابا أنا عندي الإنتاجية شو تساوي؟ تساوي لي المساحة على الزمن. زين، الزمن شو يساوي؟ مساحة على إنتاجية. إذا شو أقول؟ أقول زمن الحصاد الفعلي يساوي المساحة
يا مساحة ال 250 دونم على الإنتاجية، يا إنتاجية هو ايش يريد زمن الحصاد الفعلي، يعني الإنتاجية الفعلية. بس شنو يا فعلية؟ يعني اللي راح نستخدمها بالقانون مال العرض الشغال الفعلي. يعني الإنتاجية الفعلية هاي تكون شلون نقول، مو الكلية، هاي فقط الحصاد. فنجي شنو نقول؟ نقول ياب اذا هنا ايش راح يقودني؟ اذا هنا راح انصدم ايضا شيء يريد من عندي، يريد من الانتاجيه الفعليه. فاجي اكتب هنا الانتاجيه الفعليه، للحصاد اللي هو بعدني ما ماخذ بين نظر الاعتبار الدوران والضبط والاصلاح. شو تساوي؟ اللي تساوي لي العرض الفعلي. ولهذا قلت لكم مو دقيقه، لان هو هسه انا راح اطلع الانتاجيه الفعليه هاي فقط اني ماخذ بنظر الاعتبار العرض الفعلي، ما ماخذ بنظر الاعتبار لا دوران ولا ضبط ولا غيره. فالعرض الفعلي مضروب في السرعه، حتى السرعه هي السرعه مثل النظريه ما مطيني سرعه فعليه بها انزلاق وغيرها، اللي تكون طبعا عاده هي اقل السرعه الفعليه، يعني يجوز مثلا اقل من 5.5، لكن هذا المتوفر على بما انه هدول نحكي على كل دونم، فاذا على 2500. اجي اعوض اقول عرض الفعلي ايش قد؟ 7 متر، هذا النظري مضروب في ايش قد؟ هو ده يقول لي في 80%. هذا بالسؤال هياته، لاحظ يقول لي 80% من العرض النظري، فاذا اضربه في 80. بعد ذلك اضرب في السرعه، السرعه مطيني اياها 5.5 كيلو متر بالساعة. الساعة ما عندي بيها مشكلة، الكيلو متر عندي بيها مشكلة، أحولها إلى متر أضربها بألف، أقسم على 2500، راح يطلع الناتج عندي. خلينا نشوف قد يطلع الناتج. سبعة في 0.8 هذا العرض الفعلي مضروب في 5.5 حولتها بألف وأقسمها على 2500 حتى أحول النتيجة إلى دونم، يطلع لي 12.32 دونم في الساعة. زين، هاي وين أعوضها؟ أعوضها فوق، هنا أعوضها وهذا الناتج، راح بس هنا راح أعوضها هنا، أكتبها باللون الأزرق، وتساوي المساحة عندي 250 متر. العفو 250 دونم مقسومة على الإنتاجية الفعلية اللي هسه استخرجت 12.32. خلينا نشوف ايش قد يطلع. 250 مقسومة على 12.32 يطلع عندي 20 بوينت تقريبا 29، يعني ما تبكي اخذت ورا الفارزة. شنو هنا؟ هو زمن، إذا ساعة. هذا شنو؟ هذا زمن الحصاد الفعلي. زمن الحصاد الفعلي وين هذا اقصد به؟ هذا اول مطلب اللي اني احتاجه. زين هسه بس احتاج انه امسح، راح امسح هاي الخطوه الاخيره، لان يعني الخطوات ذيك انا احتاجها من فوق بعدين حتى اشير لها اثناء الشرح. فراح امسح هاي وامسح اللي فوقها، بس حفظونا اياها في بالكم هاي ال 20.29. هاي بس فقط حتى هنا راح اكتبها، نمسح لها ايضا، راح اشيل هذا زمن الحصاد الفعلي اعوض عنه بالرقم، حتى بس استفاد من المجال، يعني اعوض عنه بهذا 20.29 ساعة. هذا شنو؟ راح. زين بعد ذلك شو احتاج؟ احتاج زمن تفريغ الحبوب. زمن تفريغ الحبوب هو شو يقول لي؟ يقول لي الوقت اللي نكتب هنا زمن تفريغ الحبوب شو يساوي؟ يساوي 3.5 دقيقة لكل دونم. يكون شنو؟ دونم. زين انا شريت هذا طلعته بالساعه ال 20.29، فاحتاج اول شيء احول هذا الى ساعه بالطريقه هاي مالتنا،
واحد ساعة 60 دقيقة، يعني قسمه على 60، وأحتاج أيضا هذا لدونم واحد، أحتاج إذا 250 دونم فأضربه في شنو؟ في 250 دونم، حتى عندي الدونم تروح ويا الدونم والدقيقة تروح ويا الدقيقة، تبقى لي ساعة. فإذا شوف ايش قد يطلع الناتج هنا، حتى نعوض هنا في فوق، 3.5 مضروبة في 250 بالبسط ومقسومة على 60 لغرض التحويل، إذا يطلع لي 14.58 مكتب في نقطة الفارز ساعة. هذه وين راح أعوضه؟ أعوضه مكان زمن تفريغ الحبوب، راح أمسح هنا زمن تفريغ الحبوب. طبعا هذا بس على مود يعني عندنا مجال نكتب، بس انت بالامتحان حاول انه رتب الحل مالتك. 14.58 ساعة، هذا شنو؟ هذا زمن تفريغ الحبوب، راح امسحها ايضا بس حتى امشي. اذا صار عندنا الزمن الكلي، ناحية نكتب حتى يصير واضح، الزمن الكلي يساوي اللي هو صار عندنا 20.29 ساعة، زائدا اللي هو شنو؟ هذا زمن الحصاد الفعلي، زائدا 14.58 اللي هو شنو؟ زمن تفريغ الحبوب. هذا كله شو يسموه؟ يسموه زمن التشغيل، زائدا زمن الضبط والإصلاح هنا زمن الإصلاح والضبط والدوران هو 11% من هذا الوقت. إذا شو أقول؟ أقدر هنا أقدر أسوي خطوة إضافية، نقول زمن الدوران، ما راح أكتب الضبط والإصلاح، أنتم تعرفوه، يساوي 11% هو قايل لي، طبعا أكتبها بالطريقة هاي، في 20.29 زائد 14.58، أو أقدر هذا أقول خطوة أجمعها نذني وأكتبها، يعني تبدأ شيء يشوفها صحيح. فهنا إيش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي، نشوف نحسبه، اللي هو راح يصير عندي 0.11 مضروبة في أفتح فاوز 20.29 زائدا 14.58 راح يطلع عندي 3.84 بعد التقريب هاي ساعة. فإذا هنا ايش راح اكتب؟ اضيفه هنا 3.84، راح امسح هاي. إذا هاي الخطوة بعد ما سويتها وكملتها راح اجمعها، راح يطلع عندي الزمن الكلي. زين خلينا نجي نجمعها، نقول 20.29 زائدا 14.58 زائدا 3.84 يساوي 71 ساعة. هذا شنو؟ هذا الزمن الكلي. عندي المطلب جيم اللي هو المطلب الأخير، يريد مني الكفاءة. هذا كلش بسيط، الكفاءة الحقلية. الكفاءة الحقلية شو تساوي؟ تساوي الزمن العفو، تساوي الإنتاجية الفعلية، يا هي اللي استخرجناها بالمطلب باء، الإنتاجية الفعلية مقسومة على شنو؟ على الإنتاجية النظرية اللي يعني بسهولة أقدر أستخرجها. ليش؟ مطيني عرض شغال ومطيني سرعة النظرية في 100%. زين الآن شو أحتاج؟ أحتاج الإنتاجية النظرية، هنا راح أكتبها الإنتاجية النظرية. النظرية شو تساوي لي؟ تساوي العرض، يا عرض العرض النظري في السرعة على هنا، بما انه دا اشتغل على دونم على 2500. زين نجي نعوض هنا، العرض ايش قد هو؟ 7 في السرعة 5.5، لكن مضروبة بألف على مود احولها الى متر،
ومقسومة على 2500. نشوف ايش قد راح يطلع عندي الناتج. الناتج راح يطلع عندي كالآتي: 7 × 5.5 في ألف ومقسوم على 2500 راح يطلع عندي 15.4 شنو؟ دونم بالساعة. أجي أعوض هنا كل اللي أسويه أعوض إنتاجية فعلية 6.46 أقسمها على 15.4 راح أشوف قد ناتج يطلع عندي 6.46 مقسوم على 15.4 ويساوي عندي 41.9 تقريبا 42%. هاي الكفاءة الحقيقية. فهذا هو حل السؤال. طلعنا زمن حصاد كلي اللي هو زمن قطع، زمن حصاد أو زمن قطع، زائدا زمن الدوران، زائدا زمن الإصلاح والضبط. بعد ما طلعنا الزمن الكلي صرنا مؤهلين أنه نطلع الإنتاجية الفعلية بقسمة المساحة المطلوبة اللي هي 250 أقسمها على الزمن الكلي. بعد ما طلعت الزمن الكلي، عفوا الإنتاجية الفعلية، صرت مؤهل أنه أطلع الكفاءة الحقلية بقسمة الإنتاجية الفعلية على الإنتاجية النظرية بعد ما أستخرجها بهذا القانون البسيط اللي هو العرض الشغال في السرعة، العرض النظري في السرعة. هذا بالنسبة إلى السؤال الثالث. طلاب، بالنسبة لهذا السؤال شو يقول؟ يقول: ما العدد اللازم من المحاريث الحفار لحراسة 200 هكتار في 10 أيام؟ هنا شنو عندي؟ انطاني إنتاجية مطلوبة، يعني عندي إنتاجية نظرية. هاي شنو؟ عرض شغال الآلة، سرعة الآلة، كلها نظرية، تطلع لي إنتاجية نظرية اللي الآلة المفروض تشتغل هيك بدون ضياع. إنتاجية فعلية، آلة تشتغل بالحقل، حسبت لها وقت، خلصت كذا دونم أو كذا هكتار خلال وقت معين، أقسم المساحة اللي خلصتها على الزمن المستغرق يطلع لي إنتاجية فعلية. أو أحسب الأزمان مال دوران وهاي الأمور أقدر أستخرج إنتاجية فعلية. أكو إنتاجية يسموها إنتاجية المطلوبة يعني أو المرجوة. يعني أنا جاني واحد قال لي: يابا أنا عندي حقل 200 هكتار، هاي 200 هكتار أنا أريد أفضها بعشرة أيام. زين، أنا ما عندي محراث إلى قابلية خلص لي 200 هكتار بعشرة أيام، فش أحتاج؟ أحتاج أجيب عدد من المحاريث. زين، العدد المحاريث كيف يتم تحديده؟ هل هو اعتباطي أم بحسابات؟ لا، بحسابات. شلون أحسبه؟ أحسبه هسه نشوف القانون مالته. يقول: إذا كان المحراث المستخدم مكون من 7 أسلحة ويعمل بسرعة كذا، بكفاءة كذا، وعدد ساعات تشغيل كذا، وعرض السلاح الشغال واحد كذا، نجي نشلب وين هو شي يريد العدد اللازم. أكتب القانون: العدد اللازم من المحاريث أو من أي آلة أخرى من المحاريث شي يساوي؟ العدد اللازم شي يساوي الإنتاجية المطلوبة. هذا القانون مالته: الإنتاجية المطلوبة مقسومة على شنو؟ الإنتاجية، أو نكتب إنتاجية المحراث الواحد. فإذا شو أحتاج هسه؟ شغلتين. نجي الإنتاجية المطلوبة، الإنتاجية المطلوبة، الإنتاجية المطلوبة شلون أستخرجها؟ أقسم مساحة على زمن تساوي المساحة المطلوبة اللي هي هنا 200 هكتار على الزمن المطلوب اللي هو 10 أيام. الزمن المطلوب بقى هنا، تريد تطلع الإنتاجية المطلوبة بوحدات هكتار باليوم، تريد تطلعها هكتار بالساعة، اثنيناتهم تشتغل. انا راح اطلعها هسه هكتار باليوم. زين، المساحة المطلوبة ايش قد؟ 200 هكتار. الزمن المطلوب ايش قد عندي؟ 10 ايام. فإذا شي يساوي؟ يساوي لي 20 هكتار باليوم. هاي الإنتاجية اللي انا اريدها. زين، خلنا نجي نشوف إنتاجية المحراث الواحد. إنتاجية المحراث الواحد ب
بما انه الانتاجيه المطلوبه هكتار باليوم طلعتها، انتاجيه المحراث الواحد لازم ايضا اطلعها هكتار باليوم، شو تساوي؟ تساوي العرض الشغال مضروب في السرعه مضروب في الكفاءه الحقليه ومقسوم على 10,000، لان هنا عندي دونم، عندي هكتار عفوا. زين، العرض الشغال خلي اسوي له خطوه اضافيه هنا، العرض الشغال ايش راح يساوي؟ راح يساوي لعدد الاسلحه بعد ما قسم على 2. ليش؟ لانه ما اعطاني المسافه بين سلاح واخر، اعطاني العرض الشغال للسلاح الواحد، فاذا فقط عدد الاسلحه في العرض الشغال للسلاح الواحد، وتساوي طبعا 7 في 25، رأسا نقسمها على 100 حتى حولها إلى متر، وتساوي 1.75 متر. هذا من هو العرض الشغال. زين، نجي إذا نقول إذا إنتاجية المحراث الواحد تساوي العرض الشغال بعد ما أعيد القانون كتبته أني، مضروب في السرعة، ايش قد السرعة؟ 3.6 كيلو متر بالساعة، إذا أنا الساعة ما عندي مشكلة وياها، بس الكيلو متر أضربه بألف حتى أحوله إلى متر، هذا راح. في الكفاءة اللي هي 70، أكتبها 7 بالعشرة أو 70% أو 70 على 100، نفس الشيء على 10,000. هنا نشوف الناتج قد يطلع عندي إنتاجية المحراث الواحد. 1.75 مضروبة في 3.6 مضروبة بألف مضروبة في 0.7 ومقسومة على 2000 عفوا على 10,000، يطلع عندي 0.441. هذا شنو هكتار بيش بالساعة، انتبه هنا هكتار بالساعة، هذا لازم أحوله نقول ويساوي 0.441 هكتار بالساعة، أريد أحوله باليوم، فش أقول؟ أقول يا بالساعة هنا أخليها، اليوم هنا أخليه، واحد يوم إيش كم ساعة؟ 10 ساعات، العفو 8 ساعات، هو قايل لي بالسؤال، فكأنما هذا أضربه بـ8 حتى يتحول إنتاجية باليوم، فأقول ويساوي هذا الرقم أضربه في 8. هذا الرقم راح اضربه في 8 راح يطلع لي ويساوي 3.528. هذا شنو؟ هكتار باليوم. خلاص، اذا اني هسه صار عندي انتاجيتين، واحده انتاجيه مطلوبه وانتاجيه محراث هذا هو محراث الواحد، فاذا اقول هنا اذا العدد اللازم من المحاريث شو يساوي؟ بعد ما اكتب القانون انا كاتبه هي تفوق، الانتاجية المطلوبة هي 20 حياتها هاي على انتاجية المحراث الواحد هاي 3.528 ويساوي 20 نقسمها على 3.528 يطلع عندي 5 بوينت تقريبا 7، طبعا ما عندي اني بوينت بالبوينتات، محارث بالبوينتات، ما عندي نص محراث وربع محراث وثلاث ارباع، عندي اقربه، لازم اقربه الاحتياط الى اقرب رقم، فاللي هو 6، 6 محاريث، هذا العدد المطلوب من المحاريث واللازم لانجاز 200 هكتار خلال 10 ايام بواقع 8 ساعات عمل باليوم الواحد. سؤال بسيط، لكن بعض الطلبة اللي يخطأ بهالسؤال شنو؟ انه مثلا هنا انتاجية مطلوبة طلعها باليوم وانتاجية المحراث بالساعة، فقسم واحدة على الثانية راح يطلع فد رقم غير معقول، لأن يعني ما يصير تقسم هكتار باليوم على هكتار بالساعة، لازم اما هكتار باليوم على هكتار باليوم، طبعا هاي هنا بس حتى لا تشتبهون، واما هكتار بالساعة على هكتار بالساعة، فهذا هو حل هذا السؤال.